السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمناكم يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه عندي، وهكا كتكبر العائله ديالنا. الله يخليكم عليا، وشكرا بزاف للناس القدام اللي بيكم نتوما باش انا مكمله بالتشجيع ديالكم. ويا ربي الله يحشمني معاكم اليوم ان شاء الله. البنات، بغيت نتقاسم معاكم واحد، نقدروا نقول واحد الاكله سريعه اللي كتوجد في رمشة عين، ما فيهاش كثره ديال الوقيف. هنا البنات غنستعمل فيها هذا البان بومي ولا هذا الخبز ديال الطوست. نقدروا نديروا ديال الدار، الا ما كانش عندنا ديال الدار كيتباع هذا في محلات الكبرى ولا في محلات صغرى. المهم الا سولنا عليه راه كنلقاوه. كاين اللي كيكون بالزرع، كاين اللي كيكون بالفورس عادي، المهم كيبقى الاختيار ديال كل واحد. هنا البنات عندي واحد الكميه ديال الطوست. غادي ناخذ هنا البنات واحد جوج حبات ديال البيض اللي غادي نفقسهم هنا. بسم الله. هذه الحبه الثانيه. غادي نضيف لهم البنات واحد نص كاس ديال الحليب، وغادي نضيف كذلك هنا واحد ربيع كاس ديال زيت البلديه. غادي نزيد البنات هنا واحد شويه ديال الملحه. غنضيف كذلك القليل ديال هنا الابزار، واحد راس معلقه صغير. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره البنات ديال المعدنوس ولا القزبر والمعدنوس بحال هكا. انا درت غير المعدنوس هنا. كذلك غنزيد واحد قليل من الاعشاب العطريه هنا. الا ما عندكمش البنات هادو، كيف كنقول لكم ديما، غير الزعتر والازير بنادم غير يستغلهم هكا يديرهم. وغندير واحد الرشه ديال الجبن. وغنخلط البنات هاد المكونات اللي عندي جيدا. بحال هكا. عندي البنات هنا انيه ديال الفرن، وعندي لي طوست ديالي اللي غادي نغطسهم هكا في هاد الخليط اللي درنا بحال هكا. وغادي نهز الطوست ونحطها في اللاطه ديالي على هاد الشكل، وغنستمر بحال هكا حتى نكمل هاد، نعمر هاد اللاطه اللي عندي. صراحه البنات راه كيجي ولدادين، وكيف شتوها المكونات ديالهم باينين. كنتمنىكم تجربوهم حيت الصراحه زوينين بزاف، خصوصا الوليدات المدرسه ولا الناس اللي كيخدموا بلاصه ما غيمشيو عادي يشريو شي حاجه من الزنقه. دونك كتبقى هذا كتشرح يديو معاهم ماكله مواجده في الدار. وغنستمر بحال هكا حتى نعمر كيف قلت لكم هاد اللاطه اللي عندي. البنات هنا من بعد ما دوزنا دوك لي طوست اللي عندنا في ديك الخليط اللي درنا ديال البيض والزيت والاعشاب، غادي ناخذ هنا شويه ديال شويه ديال المرتديلا اللي غادي نديرها هكا من الفوق ديال كل حبه. وغنستمر بحال هكا نكمل هاد الحبات اللي عندي كاملين. اوكي، هنا البنات تقدروا ديروا اللي بغيتوا. انا بغيت ندير غير شي حاجه اللي تكون واجده في الدار. اوكي، بعد ما درنا ديك المرتديلا البنات غنعاود ندير واحد شويه ديال الجبن من الفوق ديال كل قطعه.
اوكي على هذا الشكل. وبحال هكا البنات نقدروا نديروا من الفوق الا بغينا شي زيتون ولا شي حاجه، ولا نكتفيو بهم غير بحال هكا. البنات راه كيجيو هكا لذادين. دونك بحال هكا كيكونوا هنا لي توس ديالنا، هانتوما كيف كتشوفوا. غادي ندخلهم للفرن بما يتحمر واحد شويه ويقبض فيهم ديك الخليط اللي درنا، ونقدمه ان شاء الله. البنات وهذا هو الشكل النهائي ديال لي توست ديالنا، على شكل نقدروا نسميهم على شكل بيتزا. كيف شفتوا مكونات بسيطه في متناول الجميع وساهلين في التحضير، وبالنسبه للوليدات المدرسه غيكونوا اقتصاديين وغياكلوهم. كتكون هذه البنات هي الفكره ديال اليوم. كيف شفتوا درنا فيهم غير فرماج مرتديلا وشويه ديال الاعشاب وزيت البيض الحليب. كيف كنديروا داك الخبز منين كنقليوه، وكان اللي كيديروا بيان سور اللي كنقليوه كنديروه في شويه ديال الزهر ولا شويه ديال الفاني، وكنديروه مع السكر سنيده. دونك كتكون هذه كفكره نديروها بلي توست وتكون مالحه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، الله يخطيكم عليا. والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.